يقول: هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء أن تدخل الحرم لتنظر إلى الكعبة؟ لا يجوز للحائض أن تدخل كل المساجد، لا الحرم ولا غيره، لا يجوز للحائض. الحديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وفي الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فلا يدخل من عليه جنابة أو المرأة عليها حيض، لا تدخل المسجد للجلوس، لا تدخل المسجد للجلوس، وإنما تدخله عابرة سبيل، تدخل من باب وتخرج من الباب الآخر، أو لأخذ حاجة من المسجد وتخرج. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تناوله الخمرة من المسجد، قالت: إنها حائض. قال: إن حيضتك ليست بيدك. فأمرها أن تأتيه بالخمرة وهي فراش صغير أو نحو ذلك وهي حائض، لأنها لا تجلس وإنما تأخذها وتخرج. أما الجلوس والنظر إلى الكعبة كما تقول السائلة فلا يجوز هذا.